وللحديث عن ظهور بروز ظاهرة العشوائيات في العراق ينضم إلينا عبر القمر الصناعي من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب. ولنقاش هذا الملف من الشق الاجتماعي ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد المختص في علم النفس والباحث الاجتماعي دكتور رحيم الزبيدي. ونبدأ مع ضيفنا عبر الأقمار الصناعية دكتور فالح خطاب، كيف تفسرون انتشار هذه العشوائيات والتي قدر البعض أنها تتجاوز 3000 منطقة عشوائية في الكثير من المحافظات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. العشوائيات لم تكن قبل عام 2003 قبل الاحتلال الأمريكي إلا شيء جانبي وجزئي، فيما أصبحت وتحولت بعد الاحتلال إلى ظاهرة مستفحلة وظاهرة خطيرة تزداد خطورة يوم بعد آخر وعام بعد عام، وهذا يؤكد عليه الجميع بدون استثناء، والكل يتحدث عنه، ولكن ليس هناك كما نعلم كما نسمع أي حلول موضوعة أو مقترحة. لكن للحديث عن هذا الموضوع ينبغي أن نتذكر شيء مهم جدا، وهو أن سمة عراق ما بعد الاحتلال سمة عشوائية بالمجمل، وهذه العشوائية تضرب على عدة مستويات. المستوى الأول إذا تكلمنا على مستوى الدولة، الدولة تم تغييبها شبه تغييب كامل، يعني الاحتلال كما نعلم عمد منذ الأيام الأولى وتحديدا الأيام الأولى إلى حل مؤسسات الدولة الأكثر أهمية، ثم سعى في تفريغ معنى ومضمون بقية المؤسسات من 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 يعني حقيقة وجودها ووظائفها، وهذا كان عامل مهم جدا لأن الدولة انحسرت في كل معانيها ومفاهيمها، وبالتالي انحسر سلطان الدولة وغاب القانون بشكل تقريبا كلي، بقيت مؤسسات بسيطة. الجانب الثاني الذي ضرب العشوائية الأولى الأكبر في الدولة هو تغييب رجال الدولة في العراق وإحلال محلهم رجال يعني ممكن نطلق عليهم سياسيين، ولكن رجال لا يتمتعون لا بالكفاءة ولا بالخبرة، حلوا محل. فإذا أخذنا مفهوم غياب الدولة بمؤسساتها وغياب رجال الدولة، حتى لو وجد سياسيين مثلا ولكن يعني يتحلون ليس بمهام رجال الدولة بل بالفساد المطلق الشامل الذي أيضا ما يختلف عليه أكثر العراقيين، وبالتالي ظهر هذا أول مستوى من مستويات العشوائية التي قادت إلى مستوى آخر في العشوائيات، ونقصد بمستوى عشوائية الطبقة الحاكمة. الطبقة الحاكمة التي جاءت مع الاحتلال أو أوجدها الاحتلال قامت بعمل هو الأول من حيث المعنى العشوائي، والذي وضع يعني الضوء الأخضر، أعطى الضوء الأخضر لبقية الناس من الفقراء والمحرومين بأن يكونوا على هذا المنوال، فقاموا باحتلال والاستيلاء على ممتلكات الدولة، على العقارات، على القصور الحكومية، على بيوت رجالات الدولة السابقين، وهم لحد الآن موجودين فيها، وبالتالي هؤلاء وضعوا الأساس أيضا لعشوائية أكبر. طيب دكتور، نعم دكتور، آسف للمقاطعة ولكن سنعود إليك، ننتقل إلى الدكتور رحيم الزبيدي. دكتور، بحسب إحصائيات عام 2017 تتحدث هذه الإحصائيات عن وجود 16% من سكان العراق يعيشون في العشوائيات، ماذا تعني هذه النسبة لكم في علم الاجتماع؟ شكرا جزيلا دكتور لحضراتكم حقيقة، وشكرا لهذه الكريمة من قناتكم الموقرة على تسليط الضوء على هذه الظاهرة الكبيرة جدا، والتي أصبحت حقيقة العراق عندما يشاف الظاهر العشوائي أو السكن العشوائي يخجل من نفسه، يقول أنا عراق في هذا البلد العظيم، البلد العطاء، البلد ذو الحضارة، أنه شعب هذا البلد بهذه الطريقة وبهذه العشوائية وبهذا
يسكنون هذه التي ذات للعيش لعيش الحيوانات. أسألكم المولى عيش. آسف دكتور الصوت دكتور رحيم. آسف دكتور ولكن الصوت يصلنا متقطعا، ربما سنعاود الاتصال بك الآن لأن الصوت غير واضح تماما. دكتور فالح، خبراء يتحدثون على أن ظاهرة العشوائيات هي دليل على غياب الدولة، أين كانت الدولة حين ظهرت هذه العشوائيات في العراق؟ يعني كما أسلفت كانت هناك بذلت جهود من قبل الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني القائم الآن على تغييب دور الدولة وبالتالي تغييب القانون، ونعلم جيدا أن القضاء في العراق قضاء مسيس، وهناك أيضا سطوة كبيرة للميليشيات، نعلم جيدا أيضا أن هناك مصادرة كبيرة للأوقاف وللكنائس ولمساحات كبيرة من الأرض، وهناك ظاهرة الفساد التي بموجبها قوى متنفذة تتبع قوى داخل النظام العملية السياسية تقوم بالاستيلاء على الأراضي وعلى المزارع وعلى وتحويلها إلى عقارات أو ممتلكات خاصة بها. وغياب القانون هذا شبه الكلي، يعني حتى لو كان هناك بعض القانون، حتى لو أرادت حكومة معينة، وهذا لم يحدث بشكل جدي، لكن حتى لو أرادت حكومة ما أن تقوم بعمل لتقليص العشوائيات أو محاربة المتنفذين لا تستطيع ذلك، لأن هناك قوى تقف خلف هذا الأمر، وبالتالي نحن أزاء ظاهرة تتنامى من دون أن يوقفها أحد أو توضع لها تشريعات، حتى لو وضعت تشريعات لا يمكن أن تأخذ طريقها للتطبيق. هذه مشكلة معقدة ساهمت فيها أجندات كثيرة. نحن نعلم أن الفقر وحده ليس بمبرر لنشوء العشوائيات، وإن كان سبب مهم، ظاهرة ارتفاع الإيجارات سبب مهم ولكن ليس هو السبب الحقيقي والفعلي، ظاهرة النزوح من الريف إلى المدن، ظاهرة الثارات العشائرية كلها مهمة، ولكن العراق يقع ضمن أجندة وضعت من أجل تغييرات عميقة فيه. نحن نشهد الآن مثلا الهجرات الجماعية ذات المنحى الطائفي، النازحين يا سيدي، عندما تتكلم عن موجات النزوح عشرات مئات ألوف النازحين هؤلاء لا يجدون ملجأ، لا يمكنهم الذهاب إلى بيوتهم ولا يمكنهم الذهاب إلى أماكن فوقفوا عندما تم إيقافهم في مكان معين، وبالتالي لا يلجأ هذا المسكين إلا إلى بناء عشوائية معينة أو يهرب منها إلى هذا الوضع. نحن نتحدث عن ظاهرة مستحكمة، ظاهرة تقف وراءها قوى، والموضوع برمته مقصود ويراد منه خلق مشكلة اجتماعية كبيرة في العراق. نحن نتحدث الآن عن مشكلة اجتماعية كبيرة واقتصادية كبيرة. نعم. لك أن تتخيل لو جاءت حكومة مستقلة، حكومة حرة في عراق حر مستقل، كيف لها أن تواجه هذه المشكلة وهي مشكلة اجتماعية بامتياز ومشكلة اقتصادية بامتياز؟ دكتور فالح، تحدثتم قبل قليل عن غياب الدولة، لكن نعم الدولة كانت غائبة لكن الميزانية لم تكن غائبة، هناك ميزانيات لأكثر من عقد من الزمن، أين ذهبت مخصصات الإسكان ولماذا لم يتم تخصيص مشاريع لإسكان الناس التي تسكن في هذه العشوائيات؟ يعني هذا سؤال جيد جدا. الحقيقة الميزانية موجودة مع أنها لا تفي بالغرض، ولكن أين ذهبت؟ ذهبت مثل ما ذهبت بقية الأموال التي صرفت على المدارس، صرفت على الطرق، على البنية التحتية، تصدر هناك موازنة وتصدر تخصص أموال ولكنها تذهب إلى جيوب الفاسدين. المؤسسة الوحيدة في العراق الناجحة والتي نجح الاحتلال في تأسيسها وإقامة يعني بنية تحتية لها هي مؤسسة الفساد، وبالتالي الميزانيات توضع والموازنة توضع لمشاريع كثيرة من البنية التحتية والمدارس والتعليم والعشوائيات وبناء المساكن، ولكنها يخصص منها الجزء البسيط، بينما يذهب الجانب الأكبر منها للأسف الشديد إلى جيوب قوى متنفذة وقوى خفية تدير الدولة بين قوسين بالفعل في العراق،
وهي المستفيدة مما يجري. دكتور خطاب، هناك من يذهب ويقول إن الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال ربما تكون مستفيدة من وجود تلك البؤر العشوائية، ما دقت هذا الرأي دكتور؟ هذا صحيح، كما أسلفنا أيضا هناك أراضي كثيرة تم الاستيلاء عليها، يعني مثلا وزارة التخطيط عام 2015 أظن قالت في تقرير مسحي تحدثت فيه عن ظاهرة العشوائيات أن نسبة بسيطة جدا من الأراضي التي تمت السيطرة عليها تم تخصيصها لسكن الناس، فيما ذهبت أغلبية هذه الأراضي إلى مشاريع استثمارية. لك أن تسأل من يقف خلف المشاريع الاستثمارية؟ من أين تأتي القوانين التي تدعم هذا المستثمر؟ من هي القوة التي تقف وراءه؟ وكيف له أن يقوم بكل هذه؟ ومن أين هذه الأموال؟ وكلها كما نعلم أراضي تم السيطرة عليها عن طريق التحايل وعن طريق عقود وهمية وعن طريق الفساد الشامل. فبالتالي العملية عملية مرتبة بشكل كبير، ويراد منها أن تكون ظاهرة غير قابلة للحل، لأنها ستكون قنبلة ولغم ينفجر في وجه أي حكومة مستقلة في عراق مستقل. ربما هذا يقودنا لتصريحات للنواب عن يتحدثون عن انتشار الجريمة والتي تنتشر تحديدا في هذه البؤر، بؤر العشوائيات، ما مدى صحة هذه التصريحات خاصة وأن الطبقة التي تسكن في هذه العشوائيات هي طبقة الفقيرة؟ يعني لو رجعنا إلى أي دراسة في أي دولة بالعالم عن العشوائيات سوف نرى أن هذه العشوائيات سواء في العراق أو في مكان آخر هي مرتع للجريمة، للمواد الممنوعة كما تسمى، للرذيلة، للبغاء، لأشياء كثيرة جداً، لأنها بيئة ضيقة محصورة ينعدم فيها القانون، الوسائل الأمنية غير متاحة، غير مسجلة عند الدولة في سجلات، وبالتالي يعني يسرح ويمرح فيها عتاة المجرمين. من هنا إذا كنا نتحدث عن دول، فما بالك بالعراق الذي يغيب فيه القانون وينتشر فيه الفساد والقضاء فيه مسيس، والأمور كما نعلم وكما نرى الوضع خطير جدا في تلك العشوائيات، وهي بؤر ممكن أن تكون بؤر تهديد للسلم والمجتمع وأمن الأمن المجتمع العراقي لعقود قادمة. دكتور فالح، هناك من يرى أن العشوائيات محمية بصورة مباشرة من قبل ميليشيات متنفذة، إذا ما أخذنا هذا الرأي على محمل التصديق ما الهدف من وراء ذلك؟ هذا صحيح، الميليشيات في العراق الآن لها نفوذ قوي جدا، لم تكن هي الحاكمة الفعلي، ويعني كما نرى في السنوات الأخيرة أصبحت لها واجهات أحزاب سياسية وهي تسيطر على القرار التشريعي والقرار التنفيذي. الميليشيات هذه متحكمة وهي تصادر ما تشاء من الأراضي، أحيانا تحت اسم الفتوى أو المرجعية، وأحيانا ضرورات أمنية، ويعني عمدت إلى تشكيل مناطق في بغداد وفي المحافظات أشبه بالعمليات، يعني مستعمرات استيطانية محمية ببلوكات الإسمنت والنقاط التفتيش، لا يمكن لأحد أن يدخلها. والمصيبة الكبرى في هذا الأمر أن الفقراء يحيطون بهذه المستعمرات من كل جانب، ويرون البون الشاسع بين من يعيش في تلك المستعمرات الغنية والثرية على حساب الفقراء، وأولئك الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم، والبطالة والفراغ يقتلهم كل يوم. ربما في ظل هذه الظاهرة وعلى كل هذه السلبيات دكتور، يتساءل كثيرون عن سبل حل هذه الظاهرة، ظاهرة العشوائيات. يعني إذا سئلنا عن سبل حل المشكلة التعليمية وعن حل المشكلة الاقتصادية وحل مشكلة البطالة وحل مشكلة العشوائيات، كلها لها حل واحد، وهو أن يذهب نظام العملية السياسية الذي تم تصميمه من قبل الاحتلال الأمريكي والإيراني ليكون أداة تهديم للعراق. يراد للعراق أن يهدم ويعاد بناء من جديد على أسس طائفية وديمغرافية جديدة، وبالتالي من العبث للأمانة، وهذا شيء مؤسف،
من العبث أن نقول أن هناك حلولاً يمكن أن تكون موجودة. فاقد الشيء لا يعطيه، ثم إذا وجد هذا الشيء هم لا يريدون أن يعطوه، يعني لا عندهم الإرادة ولا الرغبة في الإصلاح. هؤلاء يعني أتوا للمنافع، أتوا لكي يستفيدوا من هذه الحقبة التي يرجو كل عراقي أن تكون حقبة قصيرة وتمضي هكذا، لأنه لا أحد يريد أن يقدم أي حل للأسف على رأس هذا الشعب المسكين، هذا الشعب العظيم الذي قدم من التضحيات ما لا يستحق معه أن يكون في هذا المصير البائس. دكتور، ما دمنا نتحدث عن الحال، تعتقد أن تحقيق العدالة الاجتماعية ستنهي المشكلة؟ العدالة الاجتماعية تحتاج إلى مصلح أو رجل عادل، أو هناك من يشعر بالفقراء ويتحسس يعني أحزانهم وفقرهم. ومن أين نأتي بهذا الرجل؟ من أين نأتي؟ يعني المشكلة أنه أغلب الموجودين من الطبقة السياسية في العراق هم طبقة فاسدة لا يعنيها أبداً العدالة الاجتماعية، ولا تفهم معنى العدل الاجتماعي، رغم أنهم يتمثلون ويقولون قدوتنا فلان وفلان في التاريخ الإسلامي، ولكن شتان البون شاسع وبعيد بين من يقولون أنهم يعني يقتدون بهم، وفي حقيقة الأمر هم يعيشون حياتهم الخاصة على حساب الشعب العراقي المسكين. الكاتب والباحث السياسي دكتور فالح الخطاب، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة إسطنبول تركيا.